الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن اليوم ببيت السيد الدكتور كمال بير. حبذا نعرف شكون هو كمال بير. نعرفوه دكتور عنده كتب في الميدان نتاع التاريخ بزاف، ولكن ما نعرفوه شكون هو. تفضل أخي، قلنا شكون أنت؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الأستاذ بير كمال من مواليد مسيلة، من مواليد جوان 1958 بحي شتاوة بكل الآن عكودية. طبعا دراسة ابتدائية كانت في مدرسة اللي يسموها المدرسة الذكور الشرقية للكور القديم كما نقولوا، اللي هو هدم للأسف في سنوات الستينيات، وين كانوا سمى الدراسة مش تهديم. لا لا الدراسة تاع الدراسة الابتدائية في مدرسة الذكور، مدرسة ليكول قديم أنا ذاك، يعني وين عاصرنا بعض الأساتذة والمعلمين سواء من الجزائر، نذكر من بينهم على كل حال اللي درسونا في المدرسة، كما الشيخ محمد الزيتوني اللي هو على قيد الحياة، الشيخ المرحوم محمد طاهر نور اللي كان عضو جمعية العلماء وكان قاضي خلال الثورة، نذكر كذلك السي عيمر الله يرحمه، كان بالقاسم بالقاسم اللغة الفرنسية رحمه الله، نذكر كذلك بعض الفرنسيين اللي درسونا كما مدام روبير اللي نظن مازال على قيد الحياة، كذلك مسيو كريستيان، مسيو بلال، مسيو غونو، هذو كامل اللي درسونا اللغة الفرنسية، كذلك درسني الأستاذ معروف عبد القادر آنذاك، ومجموعة على كل حال من الأساتذة المعلمين أجلاء. ثم طبعا انتقلنا إلى المدرسة التعليم المتوسط في متوسطة آنذاك نسموها سيو ميكست، كانت متوسطة وحيدة قبل افتتاح المدرسة، المدرسة التجريبية تاع أول نوفمبر كما يسموها السيم اكسبيريمونتال، اللي كان ربما افتتحت في أول عام 1974، وكنا احنا في السنة الرابعة آنذاك الرابعة متوسطة، ودشنوا بها دشنا بها المدرسة في آخر السنة الرابعة، ونلنا على كل حال شهادة الأهلية فيها، وانتقلت فيما بعد في 1975 إلى ثانوية محمد قيرواني بسطيف. قبل ما تروح القيرواني كلمني عن المرحلة نتاع المتوسط. في المرحلة تاع التعليم المتوسط كذلك يعني كانت لنا تجربة مع المدرسين الشرقيين المصريين على كل حال، وأول مرة وين نتلقاو تعليم على يد مصريين، وما كناش نتقنوا اللهجة المصرية آنذاك، ولما كانوا يدرسوا فينا خاصة في اللغة العربية وإلا في الإنجليزية بالمصطلحات المصرية آنذاك. وذكر على كل حال أول مرة يقولوا لنا واحد الأستاذ جبدوا الكشكول، احنا قلنا شنو الكشكول هذا، ما كناش نعرفوا واش معنى الكشكول. كانت صعوبات في يعني التأقلم مع الألفاظ المصرية آنذاك، لكن الحمد لله على كل حال اللي وفقنا رب العالمين بالجهود البسيطة آنذاك، لأن كان الكتب قليلة، ما كانش حتى كتاب مدرسي خاص بالإنجليزية ولا بالفرنسية ولا بالتعليم المتوسط. طبعا ودرسونا في الفترة هذيك يعني شكون من الأساتذة الجزائريين اللي تذكرهم؟ في الفترة هذه نتذكر على كل حال اللي كان سي غضبان، كان سي كرميش، سي نادير غضبان، نادير غضبان، سي كرميش سعيد، كل حال كان درسنا اللغة العربية ودرسنا كذلك الهندسة، كذلك سي شيكوش، شيكوش اللي نلقبوه على كل حال الحوت، أنا بقيت عبد الرشيد، عبد الرشيد كان درسنا اللغة الفرنسية، كذلك درسونا كان أنا ذاك المدير التحاسي جحيش رحمه الله اللي توفى، كان هو من قسنطينه، كان هو المدير تاع المتوسطه. توفى مؤخرا برك. لا توفى عنده سنوات، عنده نظن 4 سنين ولم يتوفى، كان هو مدير المتوسطه تاع السير ميكس. ميزيه يعني. كانت الزوجه تاعو كذلك، الزوجه تاعو مدام جحيش كانت هي اللي دير لنا الرياضه البدنيه. وكانت مجموعه من الاساتذه كذلك السوريين، واتذكر منهم الاستاذ راغب اللي كان يدرسنا اللغه العربيه. وأستاذ كذاك صياح كان درس الرياضيات، كانوا معروفين بالالتزام والانضباط تاعهم بالهندام النظيف على كل حال. هذو المجموعة من ومن تتذكر من الزملاء تاعك اللي راهم دوكا يعني من الرفقاء اللي كانوا درسوا معنا كثر على كل حال، كثر الفترة هذه يعني نذكر منهم سي عيمر اسمه الهادي ولا عمر الهادي، عمر العيد، كذلك بقيش العيد، خالد الهام، نتذكر انا عمر، نتذكر
مجموعة كبيرة على كل حال، سي زاوي موسى، موسعي المدني، لك حالي بن قاسم، هذو كلهم على كل حال دكاترة وأساتذة الله يعني يبارك. في الجامعة، وفي يوم اللي خرجوا أطباء يعني كانت مجموعة كبيرة على كل حال يعني. وكان هناك أقسام أدبية وأقسام فرنسية، احنا كنا في الأقسام باللانج مزدوجة. كنا في الأقسام المعربة، لأن يعني أتذكر أن مسألة التعريب لما كنا في الابتدائية، في الابتدائية في الليكول القديم أنا ذاك في السنة الثانية، وجهونا هزوا بعض الأقسام، قلنا لهم تقروا بالعربية وكملوا أخرين يقراوا باللغة بالفرنسي. الفرنسية. وكان هناك هذو اللي بيلانجيز يعني اللي بيلانج والمعربين كان فيها واحد الحيوية، واحد النشاط، واحد التسابق، تنافس. تسابق في أخذ المعرفة وفي الحصول على الجوائز آنذاك اللي كانت تقدم حسب كل مادة. وأتذكر أنني لما كنت في الابتدائية كنا مع الأستاذ معروف على كل هذا القادر، وكان يدرس فينا اللغة الفرنسية، كنت ضعيف بزاف اللغة الفرنسية، لكن تكونت لي رغبة بأن نعرف اللغة الفرنسية ونتقنها ومارستها على كل حال مع الأخ تاعي اللي كان يقرأ بالفرنسية. ولما انتقلت السنة الأولى متوسط، شاءت الصدف أن الأستاذ معروف عبد القادر انتقل معنا ودرسنا في السنة الأولى متوسط، واجتهدت معاه وذكر أني أخذت الجائزة الثالثة في اللغة الفرنسية، الله يبارك. وأول مرة أني أخذ تمنح لي جائزة. اسمه إنجاز. أتذكر كنت واحد الجائزة كانت في شكل مسلسل كان يقدم آنذاك في التلفزيون الجزائري، مسلسل إيفانوي، إيفانوي تاع السيوف تاع كذا يعني، الجائزة أتذكرها جيدا. طبعا المرحلة الثانوية المتوسطة كانت كذاك فترة من قبل ما نلعبوا، هل كنت عندك ميول للتاريخ ولذاك الوقت ولا مازال يعني؟ والله في الفترة هذيك لم تكن لنا يعني ميول، كنت تقرأ كجميع التلاميذ عادي يعني، دراسة عادية، دراسة بسيطة. ذكرت الثانوية، وين الثانوية قريتها؟ ثانوية طبعا هنا كان توجيه على كل توجيه كل اللي درسوا هنا في المتوسط يعني وجهونا للثانوية تاع محمد ستيف. كارواني بسطيف، والبنات توجههم لثانوية ملكة قايد بسطيف. كذلك هناك طالبات من مسيلة راحوا لثانوية ملكة قايد في سطيف، وحنايا كنا في ثانوية قيرواني، كنا في النظام الداخلي في 75، 75 درسنا تما، ودرسونا مجموعة من الأساتذة كذلك من الجزائريين وإلا من الأجانب السوريين وإلا تونس وإلا غيرهم. طبعا كانت ظروف الثانوية ظروف شوية صعبة، لأن في الوقت هذاك كذلك الحالات الاجتماعية بالنسبة للكثير من ذاك الوقت. ما كنت شكون لجنة كبيرة، راح تشتاو هذاك الوقت. هذاك الوقت انتقلنا لجنة كبيرة، لأن في خلال الثورة انتقلنا لجنة كبيرة قبل حدوث الزلزال تاع 65 اللي ضرب مدينة مسيلة، تاع نهاية 64، نهاية 64 هي 65 كان في الشتاء. سما وليتو سما بنيتو الله يبارك، انا نعرف داركم تما، استهلكتم مالا كثيرا يعني. اي كان على كل حال دار كبيرة الله يبارك. الفناء التحويل الحوش تاعها اكثر من 400 متر يعني، كانت في وسط الخيول والابقار والاغنام كانت على كل بويك. وش اسمه اكيد يعرفوه الناس هنا، هو اللي معروف به، معروف باسم العربي بن حسين. عربي بن حسين، لان حسين هذا كما نقولوا عيطونا الحسينات. الحسينات، وهذا يعني طبعا لقب كان موجود عند عائله بيرم بصفه عامه. العائله اللي كانت موجوده سواء في تونس والا اللي كانت في تركيا. تماسكم من تركيا، هو حسب البحوث، حسب البحوث وجدت ان حتى الحسينات هذه هم العائله الحسينيه اللي كانت في تونس، وكلهم عائله بيرم، ومن ثم هي فرع منهم اللي انتقل من تونس الى الحضنه، اللي هو ربما نكونوا احنا جزء منه. الله يبارك. اذا رانا في القيرواني دوك، قيرواني ثاني من تونس يعني. في قيروان محمد قيروان في سطيف طبعا، وفي سطيف على كل حال يعني نظام داخلي، وكنا يعني كانت في ذكريات كثيره على كل حال، لان نظام داخلي ما كناش متعودين عليه. وكانت هناك صرامة كبيرة في ثانوية قيروان، لأنه كان ثانوية مغلقة، ثانوية محصنة، ثانوية يعني يصعب الدخول والخروج إليها، وكان باب ضيق يعني الدخول بالبطاقة والخروج بالبطاقة، والبطاقة فيها التوقيت بالساعة، بالتالي يعني كان هناك انضباط وصرامة قوية يعني، هي ربما يعني مساهمة يعني في النجاح تاعكم، نجاح كثير من الزملاء تاعنا اللي هذا ما ينقص المدارس دركيا، نقص في الصرامة هذيك يعني. صحيح طبعا كانت صرامة قوية، حتى كان المدير والا المسير والا الناظر والا المراقبين
كان هناك احترام، احترام للعلم، احترام مكان اللي للتعليم. يؤخذ فيه إذا العلم. كان كنا نأخذ العلم بمشاق وب بظروف اجتماعية صعبة، ربما يعني كما نقولوا في الوقت هذاك مخير من الأهل المسيلة اللي يروح للثانوية تاع القيروانية، ربما يقعد شهر ولا شهرين، ربما المخير يدي معاه 10,000 فرنك قبل الفترة هذيك. يعني هنا كانوا يضمنوا الأجر تاع النقل الذهاب والمجيء يعني، وما دون ذلك ربما هو مرهون في اما الأكل والشرب اللي هو في الثانوية. طبعا ختمت الثانوية في 1900 ما قلت ليش انا استاذ ولا زوج ولا من الأساتذة اللي درسونا في ثانوية القيرواني. طبعا كان المرحوم سي مختار بن سعدية ربي يرحمه، الله يرحمه، كان اللي درس لنا تاريخ استاذ الجغرافيا، الكل إيه، ودرسني كذلك أستاذ أبو الحبال تاريخ الجغرافيا ثم، ودرستني كذلك أستاذ بن زيد. وأتذكر لما انتقلنا أول يوم ودرست اللغة الفرنسية، وقلت نوش من متوسطة كنت فيها أهل المسيلة مثلا، كنا الأغلبية كنا من سيوم اكسبريمونتال. اكسبريمونتال هي قالت لنا اكسبريمونتال، هذه ما كانش في القاموس يعني لو نتذكرها، شنو اكسبريمونتال؟ قلنا نعرف احنا سيوم اكسبريمونتال، ما عطيناهاش يعني المدروس سيوم اكسبريمونتال يعني تجريبي، اما الفرق بين اكسبري وبين اكسبريمونتال. كيما احنا نقولوا سانسور على بالي، مش شنو سانسور 500 ولا حاجه اخرى. قلنا لها يعني المصطلح اللي نعرفه متداول متداول سيوم اكسبريمونتال. نتذكر بان قد هذا المصطلح هذا مش موجود بالفرنسويه يعني، من بعد وين عرفناه صلحتنا باللي قلنا راه تجريبي، اذا قالت لنا تجريبي راه عندنا اكسبيريمونتال. كذلك من بين الاساتذه الاخرين استاذ، والله الان ربما نسيت الاساتذه اللي درسونا. خلصت الثانوي باش خلصت؟ خلص الثانوي في 78، طبعا ما جبتش البكالوريا في اول عام كما الاسرارك. وتذكر في سنه 78 اهل المسيره اللي يقراوا في الادبي في سطيف كامل ما نجح منهم ولا واحد، نجحت طالبه واحده ذكر اللي هي الاخت ميري سعيده، يعني ذاك الوقت هي الوحيده اللي نجحت من المسيره من الشعوب الادبيه. والادبيه قصدك ادبيه معربه يعني، كانوا معربين والبيلانج يعني ما شفاش البيلانج، نجحوا كثير ذاك الوقت العلميين، العلميين نجحوا من بينهم نتذكر سي بالقاسم زيد الخير نجح، سي زاوية موسى الجامعة كذلك نجح، سي موسعي المدني كذلك مدير جامعة نجح، سي الكحلي كذلك بالقاسم نجح، نجحوا مجموعة رقم ثم انت قعدت لك كوش ابراهيم كذلك ثم نجح مجموعة قعدت لك حرقة يعني. انا عاود اكيد، لكن قبل ان اعود كانت هناك مسابقات كثيرة مفتوحة انذاك في 78 بينها التعليم، مسابقات التعليم، وكنت نجحت فيها، لكن كنت نجحت في مسابقه اخرى اللي هي كملحق اداري اتاشي ادمنستراسيون سيافه تاع مسيره ذاك، اللي فضلت اني التحق بها والتحقت بالمركز التكوين الاداري 78 79 بمسيره كملحق اداري كوم اتاشي ادمنستراسيون الى 79. في 79 كذاك اجتزت كحر، عاودت البكالوريا، عاودت البكالوريا حر حرة، أخذتها في شعبة الأدب كذاك يعني، وتوقفت عن كملحق إداري بالنسبة للسيارة، خلاص فتحت لك الأبواب تاع الجامعة يعني. وانتقلت إلى جامعة قسنطينة في سبتمبر 1979. طبعا لما اتجهت للجامعة كانت هناك رغبات كثيرة، لكن كان هناك يعني ربما واقع آخر التسجيلات الجامعية، هو لما كنا نتوجهوا في الحقيقة كانت صدفة أنني اتجهت إلى التاريخ. ثم أنت كان في قلبك حاجة أخرى غير التاريخ؟ هو كنا فضلوا كنت فضلت نديروا الصحافة، كنا متجهين مع زميل اللي هو كان أخ لينا. ثم الصحافة، في الصحافة الناس الصحافة الصحافي يروح للرجل التاريخ، تعكست يعني. هو كان نوع واحد الحظ على كل حال. كنا متجهين بنديروا مسابقة الصحافة في العاصمة. أنا وزميل عواد إبراهيم وذكر ما نسيت كل كان معايا ثاني، وانتظرنا الحافلة اللي نتجهوا بها في الليلة هذيك العاصمة، انتظرنا العاصمة انتظرنا انتظرنا لحقت السبعة تاع الصباح، إذن راح الموعد تاع المسابقة.
فاذا بجات مره حافله نحو قسنطينه. وما تشاءون الا ان يشاء الله. ان شاء الله رب العالمين. اذا جات متجهه الحافله تاع قسنطينه، قلت لك رحت المسابقه تاع الصحافه نتجهوا لقسنطينه ربما نلقاو شيء اخر. اتجهنا على قسنطينه، لقينا التسجيلات الجامعيه على قدم وساق، طبعا كل انسان حب يروح. كنت انا اتجهت الى كان مكتب يعني فارغ من ما فيش كيما نقولوا حنايا لاشين تاع التاريخ، سجلت تاع التاريخ. اي روح انا هو التسجيل تاع التاريخ. ها؟ سجل التاريخ انا من 79 ل 83. كانوا يقراوا 3 سنين ليسونس ولا؟ كان 4 سنوات. كان قبلنا كانوا يقراوا 3 سنوات، حنا في الدفعه تاعنا 4 سنوات، وانما درنا عقد مع المدرسه العليا انذاك. ونتوظفوا توظيف مباشر. وكنا ناخذ اجر يعني بري صالير. تقراو سلك. بري صالير انذاك طبعا. لا ناس مع ناس طبعا. بالتالي 4 سنوات في قسم التاريخ في قسنطينه. وشكون اللي تذكر ثم اللي كانوا زملائك ولا؟ طبعا اتذكر ان الدفعه تاعنا اللي درسنا في قسنطينه انذاك حوالي 60 فرد في المجموع طلبه الشرق الجزائري كامل. بالدفعه تاع قسنطينه. تذكر كثير منهم على كل حال الان اساتذه تعليم عالي، كثير منهم سواء في قسنطينه ولا بسكره ولا الواد ولا العاصمه يعني على كل حال زملاء معروفين حتى بانتاجهم العلمي وانتاجهم الفكري، موجودين يعني في مستويات عليا. بين الزملاء اللي كانوا معنا من مدينه المسيله على كل حال ذكر الاستاذ بركات صالح، استاذ ادب، استاذ تاريخ الان لكن ربما راه ناظر او مدير. بركات صالح صح. كان معايا كذلك قائد مؤخرا، قائد البريكي محمد كان مدير كذلك معنا هو قاعد الان. بريكي محمد كانت مجموعه كثيره على كل حال اللي معنا في الجامعه، والله الان في اللحظه تخوني الذاكره باه نذكرهم. وفي 4 سنوات هذه طبعا كنا نقوم بنشاطات كثيره، نشاطات سواء نشاطات يعني علميه ولا نشاطات في اطار البحث يعني. نشاطات في اطار يعني حركات طلابيه. انضممنا الى الحركه الطلابيه، اتحاد الشبيبه انذاك كان فرع واحد اتحاد الوطني الشبيبه الجزائريه اللي كانت مسيطره عنه انذاك الحركه الشيوعيه، كانوا الشيوعيين مسيطرين عليه نتذكر كثير. وين جات مساله التعليم بدايه الثمانينات وين قادوها طلبه وقدناها معاهم ذاك الوقت وين؟ بعد الثمانيين ولا؟ والله ما اتذكرش وين غيرنا المكتب الجهوي مكتب الجامعه وانتقل من 79 80 80 نظن 80 واصبح بيد المسؤولية بالتيار الوطني. التيار الوطني اللي كان قاد النضال ضد الحركه الشيوعيه انذاك وفي اطار حركه التعليم كذلك اللي تزاحمت مع موجه وطنيه في تعليم مؤسسات تاع الوطن. الى 83 اخذت ليسونس في التاريخ طبعا. وكان لي على كل حال مواطرين اللي كانوا اطروا فيكم ما ذكرتش. اطروا كثير من الاساتذه منهم اللي مازالوا على قيد الحياه. ربي يطول. ذكر منهم الاستاذ عبد الكريم بوصفصاف. استاذ كان لي مشرف تاعي توفى على كل حال سي عبد الله مصطفى. استاذ اخر كذلك كان استاذي كذلك توفى سي سكفالي عبد الرحيم الله رحمه الله. رحمه الله. استاذ ثاني سي ساوي احمد ثاني توفى رحمه الله. يعني كان اساتذه اكثر، استاذ ابوبا، استاذ قشي، استاذ من المشرق كذلك المشرق العربي من مصر اساتذه اكثر من يعني الواحد ما جاش هكذاك يعني. اي طبعا كان هناك. كانت الله يبارك. خرجت طبعا كأستاذ هكذا. استاذ تعليم ثاني على كل حال. وكان اول تعيين لي في 83 في ورقلة. وين ما سمعتش بها. بسبب الكونترا يعني. ايه كونترا كان توجيه وطني. كان وزاره التربيه هي توجهنا توجيه يعني مركزي. بالتالي كل انسان وين كان اقرب ربما نقطه هي مدينه بوسطه. كان كاينه مكان لهنا وانت ما رحتش ليه ولا؟ لا ما كانش مكان. ما كانش. وي. مكان هنا. حتى من بعد ما انتقلتش الى ورقلة وليت تحصلت على منصب هناك كاستاذ ندرس اللغه العربيه والفرنسيه في معهد المراقبين التقنيين السي او سي تي اسمه اللي كان هي في من سي او سي تي كما يسموه سونتر دو فورماسيون كونترول تكنيك كانوا يتكونوا ثم. بقيت ندرس اللغه العربيه حتى اني وين استاذ زميلي كذلك اللي عطاه منحه يروح لمصر اللي هو صالح العميش.
إذا حليت مكانه في ثانوية المقري ودرست أول يعني المقرية ما طبعا بديت تقري في المادة في تاعك المادة الاجتماعية في في المقري المقري، في 1983. مو لقيت ثم من الأساتذة تاعي؟ لقيت زملاء تاع الاجتماعيات عندك، لقيت زميل تاعي بريكي محمد، لقيت أها زميل بركات ربيع، لقيت دحمير السعيد، كان زملاء أساتذة كما سي في الأدب ذكر بورزك السعيد، ذكر سي سعودي الله يرحمه، القاسم رخيلة ثاني بالقاسم الله رحمه الله ربي رخيلة يرحمه. ربي يرحمه ثاني، كان كذاك أستاذ كما تطراوي محمد الحمد لله راه مدير الإدارة، وكان كان مدير تاع مدير القسنطينة، القسنطينة على كل نسيت والله نسيت الاسم تاعو، مع ناظر ناظر كذاك من مدينة قابل اللي هو الماضي آنذاك. وقلت لك قعدت في المقري. مقري درست عامين 83 85 أها 85 ترسمت في 85، ثم انتقلت أداء الخدمة الوطنية عامين الخدمة الوطنية من من 83 سبتمبر 85 إلى 87 87، تكوين التدريب كان في تيار ثم في بوسعدة. وأنا متذكرهم من زملاء الجنود ولا وش يقولوا لهم. والله الجنود كثير طبعا منهم كانوا أساتذة، صحبة العسكر وصحبة الجامعة ما تنساوش، لأن في أيام 85 كان هناك نوع ما إقبال على أداء الخدمة الوطنية، حتى أن الأماكن كانت كثير من الأساتذة يروحوا ما يلقوش الأماكن في الخدمة الوطنية، يرجعوهم. حتى أننا كنا نسارع في بداية سبتمبر أننا نكون الأولين بنروحوا للتكهنات بناخذوا أماكن في لأداء الخدمة الوطنية. طبعا كانت عامين 4 عامين أديناها في تكهنات الخدمة الوطنية إلى 1987. ما تذكرش قلت لك اي زميل ثما ولا شو جاتهم معايا الخدمه الوطنيه زملاء اساتذه منهم سي رجب اسماعيل، سي دهمش الخير كذاك معايا، سي بوشياك عبد العزيز هذو عدوا معايا الخدمه الوطنيه، صار بوشياك عقب معاك عدوا معايا في تيارتي في الخدمه الوطنيه، ومن بعد هما وجهوا لجهه اخرى ما نظنش وين ما عنديش المنطقه. خلصت العسكر؟ خلصت العسكر ثم رجعت للتعليم، التعليم ورجعت الى ثانويه عثمان. بدات الثانوية عثمان طبعا ما بدتش وإنما كانت عندي ضرورة الشاغرة في عثمان، عقبت عام في عثمان 87 ثم 88 غيرت، ذكرت في عثمان كانوا زملاء بينهم سي بوجو منين العربي رحمه الله، كان على سي ميهوب إسماعيل، سي عيسى غضبان، سي زملاء كثر كانوا موجودين ثم يعني كانوا من القدماء، سي بوشير عبد العزيز كذا، كان ثم مجموعة كبيرة من الأساتذة والأستاذات على كل حال. ثم توجهت غيرت الثانوية لثانوية عبد الله بن مسعود 88 إلى غاية 2005، وأنا في من 88 2005 رحت قدام الجبانة وقدام السبيطار. ليه يعني؟ كان ذكرت اللي كان سي الغالي عبد القادر يعني ربي يذكره على خير، لما داروا الاجتماع في ثانوية عبد الله بن مسعود يقولنا انتم يعني الحمد رب العالمين، هو ثاني تاع تاريخ يعني، هو ثاني تاع تاريخ تاريخ ودرس معايا ثم ولا مدير، يقولنا الحمد لله ربي راكم تعقبوا يعني كل يوم تعقبوا على المقبره ترحموا على العمود تذكركم اجر ريت عنده اجر. المهم هذوك واش تتذكر في هذيك المرحلة قديه من 88 قلت لي 2005 سبع حتى سنين حتى 2005 وانا في لا اكثر من 88 98 10 سنوات 16 سنة يعني غلط 17 سنة حوالي 17 سنة 17 سنة في ثانوية ايه دوك راك خرجت ناس بزاف يعني وانا من نتذكرهم اللي دوك يقولوا لك استاذي استاذي والله غير كثر منهم اللي الان صبحوا في الجامعه يقروا في الجامعه وصلوا حتى عمده في الجامعه ومنهم الكثير اللي كل يوم نتلاقى بهم نقول لهم درسنا درسنا وانا يعني ما عادش نتذكر الناس اللي درسناهم على كل حال. 2005 اتخذت قرار نظن ولا؟ هو قبلها في 2003 يعني اول مره انا نشارك في مسابقه تاع ماجستير 2003 شاركت المسابقة في قسنطينة ونجحت والتحقت في قسنطينة باش نحضر الماجستير في إطار تاريخ حضارة البحر المتوسط اللي حضرتها وناقشتها في 2006 كملتها في 2005. قبل ذلك هل كان عندك منتوج في التاريخ ولا؟ لا ما كان عندي حتى ما بديتش تكتب ما لا في مقالات لا والو. لا كنت مهتم هكذا مثلا تاريخ مسيلة وشغوف الاطلاع عليها لكن ما كتبت حتى شيء ما كتبت حتى ما زال يعني ما كتبت حتى شيء ما كانش يعني كمل لكن
لما نجحت في المسابقه تاع الماجستير على كل حال تقررت مع الاستاذ هكذا اللي هو توفى على كل حال، هو كان الشيف تاع الماجستير هو بصباح حداد، وكان يلح على كل طلبه انهم يبحثوا في التاريخ المحلي. وانا كنت نتجاوب معاه بزاف وانا نبحث في التاريخ المحلي. وذكر ان كثير من الزملاء الاساتذه خاصه انا مسيله ما كاينش بالعربيه كثيره يعني، بالفرنسيه كاين نظر. بالفرنسيه كاين، لكن كنت نجهل مازلت ما خشيتش الميدان يعني. حتى انا لما اخترته كمشرف لي على كل حال اني وحذروني الزملاء على ذاك، حذروني انه يوجه كل تاريخ المسيله، وراه المسيله ما فيها حتى شيء. ما تغامرش وما شائع يعني. وانا ما كنت انا عندي رغبه باني نبحث في تاريخ المسيله هذا. وذكر انه اول يعني اتصال بيا بالاستاذ هذاك، مشينا مع بعضنا رحنا للارشيف قسنطينه. وانا طالب الماجستير. واصلا مسيره تابعة القسنطينه من الوقت العثماني يعني. الارشيف قسنطينه بحثنا جبدنا واحد التقرير الفرنسي على مدينه مسيله. فيه واحد القرار 4 صفحات او 5 صفحات يعني. لما وجدت هذا قلت ان هذا يكفي منه ننطلق للعمل. وعلى كل حال وانطلقنا يعني وفقنا رب العالمين يعني من خلال مراجع كثيره. سما الكتاب تاعك والله هذاك واش درتو بعنوان قلت لي ماذا تاع التخرج؟ الماجستير كانت حول بلديه المسيله المختلطه كومين ميكس دمسيله. كان ايتيد سوسيو ايكونوميك يعني دراسه اقتصاديه واجتماعيه. من تاريخ تاسيس البلديه تاع المسيله يعني كومين ميكس تاع المسيله بلديه المختلطه من 1884 وقفت عند الحرب العالميه الثانيه حتى 1945. هذه كدراسه اجتماعيه اقتصاديه. الحقيقه لما مشيت نبحث فيها على كل حال ما كان حتى كتاب بالعربيه يتناول جزء المسيح. المعنى تبعت الفرنساويه في الصغر يعني. المعنى الفرنساويه شويه كان. اكيد اللغات وكل منها. كان عندي يعني رصيد متواضع على كل حال متواضع جدا. وكانت يعني زياره لمركز ارشيف هنايا بمسيله. وجدت فيه علب كثيره وان كان قالوا لي ما تهمكش ما فيها والو، لكن لما بديت نبحث فيها اكتشفت فيها يعني كنوز كثيره. الله يبارك فيها اكثر من 360 علبه هذه كلها ارشيف كولونيال على المسيله. اضافه الى كثير من العلب اللي هي تحمل يعني تقارير متنوعه ربما ماشي مصنفه في ميادين مختلفه. ميادين كثيره في السجلات في وكاتب التاريخ يستغل كلش ندري والله. في الحقيقه هي اللي فاتت لي كثير في انني ننجز هذا العمل هذا خاصة وتحب هذا الميدان. واستمتعنا ان شاء الله منه. وحتى المكتبة البلدية لقسنطينة ثاني، المكتبة لقسنطينة هي مكتبة يعني غنية كنز كبير من المؤلفات الفرنسية القديمة، وهي اللي ربما اخذت من هنايا كما كتاب جل جل المعلومات من المكتبه البلديه قسنطينه. وكانت بايصح لنا حتى مكان يعني مقعد في المكتبه تاع قسنطينه، لازم تروح بكري ولا تنتظر واحد يخرج من المقعد هذاك يفرغ تدي مكانها وتبحث فيها. وكنا ديت الماجستير وديت الماجستير في 2006 يعني في من بدايه 2006 اخذت الماجستير. ثم يعني واصل يعني الشغف تاعي ونزيد معلومات على المنطقه هذه اني خليت نزيد نوسعها الى منطقه الحضنه. لا خليني يعني واش وليت واش خدمت كي ديت ماجستير ولا تقري في الجامعه ولا؟ لما اخذت الماجستير طبعا التحق بالجامعه يعني جامعه محمد بوضياف في 2006 التحق بالجامعه استاذ مساعد. كمل لي في المسار هذا وعاد نرجعوا للحوايج تاعك اللي خدمت. كاستاذ مساعد من 2006 ثم من لقيت البدايه عاونوك وفهموك الطريقه كيف تخدم في ميدان واش في التدريس هنا بالجامعه ما من كنت مساعد؟ لا هو في الحقيقه هذه واحد الامر موجود في الجامعه ما كانش عندي تواصل بين المساعدين مثلا او المحاضرين. يعني لما تدخل ربما لما دخلنا ندرسوا في الجامعه ما حضرناش حتى حصه من الزملاء الاخرين. سما الانسان يولي يبدا بالمعارف تاعو بالمكتسبات تاعو بالمهارات تاعو يدرس. لكن هذا الشيء المعروف ان اللي درسوا في الثانويه على كل حال يكون عندهم يعني تجربه يعني تواصل تبليغ الرساله. ربما احسن من اللي يتقدموا مباشره للتعليم. اللي قريت قد 20 سنه في الثانوي
خلي قبل ان تحق الجامعه قريت 24 سنه ايه الله يبارك ثانوي، ايه لكن قبل هذا كنت درست كذلك كعام كمشارك في الجامعه 2005، اه ودرست كذلك اللغه الفرنسيه يعني الترمينولوجي، اه وهذه كذلك يعني استفدت منها بزاف لانني كنت ندرس ايوه اللغه اللي الفرنسيه يجيك يقراها كل ونقرا قرايه مليح. نقري ونقرا، تعلمت اكثر مما علمت يعني في هذاك السنه هذه ايه في تعليم ممارسة. الطلبه في علم المصطلحات خاصه المصطلحات التاريخيه. اها طبعا وبديت نشتغل في الوقت لما التحقت بالجامعه، بديت نشتغل في البحث من خلال طبعا المساهمات في بعض الملتقيات بعض الندوات في مشاركات وكذا، اه وبديت نحضر حتى المقالات، اه بديت نكتب بعض المقالات لانها كانت من شروط يعني كذلك اللي شروط التواصل لتحقيق المسار العلمي تاعي اه خاصه الدكتوراه، وسجلت طبعا بعد ما اخذت الماجستير في نفس السنه كذلك سجلت الدكتوراه، الله يبارك. وحاولت انني نقترح موضوع تاع اللي حضنه كذلك كدراسه لاوضاعها بصفه عامه، اه واخذت الحضنه كفتره زمنيه طويله يعني اخذتها من بدايه الاحتلال الى الاستقلال 1962، من 30 من 1840 اه يعني هو 41 1841 هو تاريخ الاحتلال نسيت الفرنسي، تأخرت بحدا سنة. لكن الدراسة هي تبدأ قبل 40 يعني نبدأ من الاحتلال نبدأ من أوضاع 1830، الله يبارك. لكن في مسار البحث يعني وجدت أن الفترة طويلة فترة طويلة، ولقيت يعني رصيد كبير ايه. من الأرشيف اللي خلاني نقص الفترة ايه ولاني بزاف نوقف عند 1954، بالتالي المسار تاع الثورة التحريرية ما قدرش نكمل فيه لأن هي وحدها راها كبيرة مرحلة كبيرة اه ومرحلة كذلك حرجة حرجة كتابة تاريخية يعني مرحلة يعني أعتبرها حرجة في فترة والناس راهية الناس هم سالوا حيين تحتاج وفيها يعني مواضيع اه. تريث نوعا ما تريث كثير. إذن أنا يعني وصلت مسألة تسجيل دكتور تسجيل دكتوراه كعنوان هي الحضنة الغربية دراسة الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية السياسية قلت والثقافية. الحضنة الغربية، الحضنة قد في أي ولاية؟ لا هي الحضنة كانت مقسمتها فرنسا إلى حضنة شرقية وحضنة غربية أوه. في إطار التقسيم الإداري تاعها. أه الحضنة الشرقية تبدأ من مثلا مدينة باريكا وبلزمة ونقاوس، بينما الحضنة الغربية من برهوم مقرى برهوم ولاد عدي مسيلة حتى للنوخة آه. حتى البعضيل حتى السفوح ابو سعد سما كي يعود واحد يقرا في المراجع ينتبه لها التسميات يعني اي طبعا آه. يتبعها آه. طبعا لان التقسيمات هذه كانت تقسيمات يعني اداريه آه. مش تقسيمات جغرافيه، تقسيمات اداريه فرنسيه آه. اعتمدتها في السيطره على الاقليم آه. في بدايه الاحتلال. اذا سجلت بهذا العنوان، هذا الدكتوراه كان بهذا العنوان الاوضاع الاجتماعيه الاقتصاديه والثقافية والسياسية في الحضنة الغربية من بداية الاحتلال إلى 1954 54 بداية الثورة ثورة الحمد لله على كل حال، يعني خاصة بعد ما تعرفت على الرصيد تاع الأرشيف في فرنسا رحت لفرنسا طبعا تاع 4 مرات يعني 4 سنين أنا وين بالضبط؟ هي الأرشيف الكبير المهم هو موجود في مارسيليا في إكس أن بروفانس آه وي الأرشيف ناسيونال دو تورمير ماشي في باريس ولا ما لا كان موجود في باريس، الأرشيف الثاني في باريس في فانسان وهو الأرشيف اه الحربي، اه موجود الأرشيف الحربي في فانسان وموجود الأرشيف الدبلوماسي في كورنيل في باريس كذلك. والتربوي كان يحوس واحد في التربية وين يلقاه؟ عندهم أرشيفات كثيرة، أرشيفات كثيرة اه سواء الأرشيفات الوطنية ولا الأرشيفات ليزارشيف ديبارتمونتال، اه يعني عندهم أرشيفات كثيرة، وإنما الأرشيفات اللي اتصلت بها وخدمت منها على كل حال هي هذه. ارشيف تاع اكسون بروفانس إيه. في مارسي وارشيف دو فانسان تاريخ وجغرافيا الارمي اه دو فانسان هذاك فيه الارمي دو تير الارمي تاع البحر تاع الجو كل شو كاين الارشيف تاع كورناب تاع دو كورناب في باري تاع الارشيف ديبلوماتيك وكذلك الارشيف اللي بحثت من شويه ارشيف تاع الشرطه في الكوميساريا برينسيبال تاع باري المحافظه إيه. الكوميسارية الرئيسية تاع باريس كان عندها أرشيف خاص بالأحوال الأمنية، تقريبا هذه الأرشيفات اللي استغليتها ومفيدة ومازال يعني تحتاج إلى استغلال لأن تمحيص الشيء اللي والله وش يقولوا جبته منها مثلا دراسة الشيء اللي خدمته منها جزء وباقي جزء يعني ربما يحتاج إلى استغلال وإلى كتابة وتدوين آخر
اللي خاص بالمسيله يعني خاص قصدك. بالحضنه، بالحضنه بالمسيله مازال صحيح. المنطقه هذه مازال تغادرها. ديت الدكتوره تاعك؟ الدكتوره كانت في 2011، يعني في مايو 2011 اخذت الدكتوره. ها؟ دكتوره طبعا بعدها يعني بعد عام يعني كذا كان لي درت اخذت تاهيل لابيليتاسيون تاع تاهيل جامعي وارتقاء من محاضر باء الى محاضر الف. والحمد لله على كل حال. خلاص دوكا هذه المساله تاعك الله يبارك حافله، ودوكا نحوسوا ما هي الانجازات تاعك بالنسبه للمكتبه، المكتبه الوطنيه ولا مكتبه التمثيله ولا التاريخ تاع التمثيله، واش درت؟ واش خليك؟ وبالنسبه للانتاج يعني الانتاج المتواضع يعني بدات باعمال حول مدينه المسيله، اعمال حول مدينه المسيله في كتابين طبعتهم على حسابي على كل حال. الكتاب الاول اللي كان اللي هو يتناول الحركه الوطنيه، الحركه الوطنيه باقليم المسيله، هذا الكتاب الاول. اول كتاب لك؟ اي اول كتاب حول الحركه الوطنيه بمدينه المسيله. وهو كان سنه؟ والله في طبعه في سنه انت في عامك 2012. في 2012 سما تلقى صعوبات في الطبع ولا ما تلقاش يعني؟ طبعا طبعا، لان هنا في المسيله مثلا ما كانش مطابع اتصال بالعاصمه، ودور النشر اللي تطبع كذلك بالمال يعني ماديا سما الواحد ماديا. تالي يعني تعمدت اني طبعت كتابين هذول. هذا الكتاب الاول كتجربه. والكتاب الثاني اللي على حسابك يعني؟ الكتاب الثاني كذلك اللي هو هاو هنا كذلك مدخل الى تاريخ مدينه المسيله بالعربي. هنا تاريخ مدينه المسيله الله يبارك. وبالمناسبه هذا الكتاب هذا اعيد طبعه من قبل وزاره الثقافه باسم جديد، هو مدينه المسيله من الاحتلال الروماني الى العهد العثماني. شاركوا وانما هذا طبعه مزيده منقحه وفيها اضافات كثيره في الجانب التاريخي والى سما. هو احسن من هذاك، احسن كثير وفي ماده جديده زدتوا وفي تنقيح وتصحيب. الكتاب هذا فيه يعني فيه اخطاء مفيد ولكن كان في عجاله. صحيح يعني كان في البدايات الله يبارك. لكن هذا يعني منقح ومزيد طبعات وزاره الثقافه في 2016. ومن بعد هذو زوج. من بعد كذلك يعني طبعت كتاب اللي هو طبعته وزاره المجاهدين بدعم من وزاره المجاهدين لعنوانه الاحتلال الفرنسي والمقاومات الشعبيه بالحضنه. هذا طبعات وزاره المجاهدين كذلك في 2012. هنا نهضروا على الموضوع هذا. كاين اللي يقول لك المسيله ما كان فيها لا مقاومه والو، تاك درس التاريخ يعني من عند الفرنسيين، واش تقول انت في الفكره هذه؟ لا هو هذه فكره مطروحه ليس على المسيله فقط، وانما مطروحه على كثير من المدن. مثلا انا حضرت ملتقيات كثيره، مثلا المباراه الاخيره حضرت ملتقى في مدينه بسكره حول الزيبان. كفايه يطرحوا مثلا ان مدينه بسكره دخلها الجيش بسهوله بدون مقاومه كذا. في الاغواط نفس الشيء، في بوسعد نفس الشيء، هذه كلها يعني هذه فكره شائعه. هذه فكره شائعه موجوده، لكن موجوده في مرحله معينه وليس هي الحقيقه كامله، وانما كل المناطق تاع الجزائر كانت فيها مقاومات شعبيه. لان درت هذا درت كتاب اللي هو كتاب اخر هو هو المقاومات الشعبيه للاحتلال الفرنسي بمنطقه الحضنه. من 1938 ل 1971. من 1938 الى 1978 مدة. هذا الكتاب يتناول 30 سنه تقريبا المقاومات الشعبيه، سواء مقاومه في اطار الامير عبد القادر او مقاومه حمد باي ولا مقراني مقاومه الخنتاش ولا مقاومه ابراهيم بن عبد الله تاع 1960 الى مقاومه المقراني 1971. هذا الكتاب هي خاص الا بالمقاومات ومن الشعبية. القبائل اللي كانت مشهوره ذاك الوقت اللي دارت مشكل للاحتلال يعني. لا لا هو 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 كل القبائل كانت كما يقولوا تتحد لما يكون عدو، تتحد مؤخرا يعني وتكبر وتتضامن، بالتالي كل القبائل. وهذا اللي نشوفه مثلا هنايا في المقاومه، مقاومه مثلا 1864 بالحضنه اللي انطلقت في مدينه المسيله، انطلقت من جامع سيدي الغزلي مدينه المسيله وانتشرت على كل الحضنه في 1864، وهي مقاومه لكن مش كاتبين عليها بزاف. مشهورة بمقاومة ولاد ماضي نظن. هي في ولاد ماضي معروفة بالحضنة بولاد ماضي امتداد لثورة ولاد سيدي الشيخ، لكن
الانطلاقه تاعها كانت في على مدينة الجهاد المسيرة. كان في جامع سيدي الغزي بمدينه المسيله. الله يبارك. كان كتاب اخر اللي طبعته كذلك في 2012 ولا سألتني العنوان. عنوانه اعلام الله ومعالم يبارك. من مدينه المسيله. نظرة في التاريخ الثقافي خلال الاحتلال الفرنسي. الله يبارك. الكتاب هذا يتناول عليه جانب تعليمي، جانب التعليم، سواء التعليم الرسمي ولا التعليم الاهلي، تعليم المساجد، اهم المساجد، مساجد العتيقه، مساجد تاع الجمعه، الائمه اللي كانوا يدرسوا هنايا، كذلك الزوايا، زاويه بوجمنين، زاويه سيدي الدين، زاويه البراكتيه اللي يكون يعني زاويه. مرجع في من يريد ان يعرف المدرسة خاص المسيرية وكيفاش بدات. تاع الذكور، تاع البنات، عدد كل متعلمين. هذه كلها على كل حال من وثائق الارشيف، من وثائق الارشيف. اضافه الى بعض الاعلام، المنطقه تاع مدينه المسيله ومنطقه المسيله، كان مثلا الشيخ علي بوديم، بويو محمد بوديم، او الاعلام تاع الشيخ نور، الى غيره، اعلام كثر في حاطط بهم المنطقه، لان المدينه كانت تستقطب الاعلام من المنطقه. زين. هذا كتاب كذلك اصدر بدعم من وزارة الثقافة. الله يبارك. آخر ما صدر لك وشني ولا مازال أصدر كذلك كتاب في إطار ذكرى 60 استقلال. كتابين. الكتاب الأول اللي هو الاحتلال الفرنسي وتطور قيادة بالحضنة. روعة هذا الكتاب. والكتاب هذا يتناول كذلك مسألة الاحتلال والإدارة، إدارة الأهالي. قريت منه واحد 100 صفحة، روعة يعني. مسألة إدارة الأهالي، كيف تتحكم في الأهالي، كيف إدارة التقسيمات، كيف القيادات، كيف الإدارات، كيف تكون البلدية، كما في القيادة هذه وكل شيء، وفيها نماذج القيادات، شرح مفصل كيف يجي القايد، ما أسباب بعض القيادات وين كانت حالة طبيعية في تاريخ البلاد، وكيف كانوا القيادة تاعنا يعاقبوهم بارابول القيادة الآخرين لأنهم كانوا ما ياخذوش الراي. هذا على حسب موجود في الكتاب. وفي نفس السنة كذلك بدعم من وزارة الثقافة تم طبع كتاب هذا، واقع الثقافة والحركة الوطنية هذا بمنطقة ثاني المسيرة. عندي في الدار ومزيد ما يتناول كذلك الجانب السياسي والجانب الفكري. أما آخر ما تم طبعه فهو كتاب من جزئين. من جزئين اللي هو الحقيقة العنوان تاعه الحقيقي هو تاريخ حاضرة المسيرة الاجتماعي المعاصر، هو العنوان الأصلي، لكن من تاريخ العنوان الكبير من تاريخ حواضر الشرق القسنطيني. الحضنة النموذج ولا النموذج، الحضنة النموذج اللي أصرت الهيئة التي أطبعته وهي وزارة الشؤون الدينية أن تجعل له عنوان الحضنة النموذج، لكن العنوان الحقيقي تاعو اللي موجود هنايا وهو تاريخ حاضرة المسيرة الاجتماعي. هذا هو العنوان الحقيقي، هو يقع في 900 صفحة، يتناول هو الشق الاجتماعي والشق الاقتصادي، ولو ربما مش مدروس ومش مطبوع أصلا، خاصة لما تشوف الجانب الاقتصادي، اقتصاد المنطقة والسدود والسواقي والتنظيم تاعها، الزراعة، الفلاحة، كل شيء موجود في هذه الدراسة، إضافة إلى دراسة اجتماعية حول الأعراش تاع المنطقة، أعراش منطقة المسيلة، تنظيماتها، تقسيماتها، قبائلها، كل تحليل وتحولاتها كذلك، تحولاتها خلال الاحتلال، لأن الاحتلال اعتمد في إطار مثلا السياسة. وهذو اللي موجودين بالعربية يعني تقريبا غير الكتب تاعك موجودة بالعربية، ولا كاين اللي كتب في الميدان هذا يعني بالعربية، ولا ما على بالي؟ هو قبل نبدأ أنا في الكتابة هذه، يعني لم يكن موجود أي كتاب يحمل عنوان مسيلة بالعربية، لا توجد أي دراسة باللغة العربية حول مسيلة. يعني الحقيقة لما بديت نبحث أنا عن المنطقة، لا يوجد أي كتاب خاص بمدينة المسيلة أو منطقة تمسية باللغة العربية، ولا حتى مقال باستثناء إشارات مثلا لقطوها قال جملة، مقالات صغيرة، جملة ولا فقرة ولا. أما كتاريخ خاص يعني لا توجد أي كتابة باللغة العربية، لكن ربما الآن بدأت تظهر بعض الكتابات يعني محتشمة، وممكن هذه هي المراجع تاعها يعني، لا إذا كانوا بالعربية إن شاء الله. إن شاء الله على ربي. لو كنت أنا حاب نشتري كتاب من هذو مثلا، يعني واحد مستمع ولا متفرج يقول كيف هي شي كتاب هذا، كيف يتحصل عليه؟ للاسف يعني ان الكتب هذه التي طبعت سواء من بإشراف وزاره الثقافه، وزاره المجاهدين، او وزاره الشؤون الدينيه، ان المؤلف يعني ليس له حق الا في نسخ قليله، احيانا خمس نسخ، خمس نسخ، وفي كثير من المؤلفات هذه لما يجيبوهم لخمس نسخ يعني
السيد اللي يجيبهم لي يدي نسخه يديها الله حاضرين معاه دوم نسخه نسخه اه. كان يبقاو لي الا نسخه واحده يعني ما عنديش كفاية. لا مش قصدي انا هكذاك يعني مش موجودين في السوق. لا مش في السوق، هذو موجودين في المكتبات العامه، المكتبات العامه اللي يعني توزعوا المكتبات العموميه اللي يحب يقرا يلقاه، والا دار النشر، دار النشر اللي اتصل بها ربما كش ما عنده نسخ منها. اما انا شخصيا ما عندي لا كاين عندي نسخه واحده برك. ربي يسرك، يعني راك شرفتنا بهذا الحديث. كلمة أخيرة واش تقول؟ والله أشكرك، أولا الشكر موصول لك على هذا الجهد في تبليغ عني وتعريف المنطقة، ودائما نتبع النشاطات تاعك في الإنترنت في أنك راك تخزن الذاكرة المحلية لكثير من المواطنين في الصور تاعهم ولا في الأعداد تاعهم، وراك تتواصل مع التاريخ من خلال الموقع تاعك. نحييك ونحيي كل من يهتم بتاريخ المنطقة وكل من هو شغوف بتاريخ المنطقة، ونتمنى إن شاء الله بهذا العمل تاعنا المتواضع ما نكون قدمنا إلا ربما بذرة من تاريخ المنطقة. الناس اللي عندهم حوايج مازالت في ديارهم وممكن تساعد، والله تساعدكم انتم في دراستكم يعني. اللي هذا نداء ربما تتوجه وانا نشاركك فيها، لان كل من له يعني وثائق خاصة وثائق العقود القديمه اللي فيها جوانب التاريخ، يعني لو كان يعني تكون هناك نخلقوا كل بنك الوثائق وال والا والذاكره تاع مدينه المسيله، اللي تكون تستغل في كتاب تاريخ المسيله، ما تبقاش يعني موجوده هكذاك يعني ربما تنسى. كثير من الناس اللي عندهم كذلك يعني معلومات ولا عندهم افادات حول بعض الرموز للمنطقة ولا تاريخ المنطقه، اللي يا ريت انهم يفيدوا بها الناس الاخرين، ما تبقاش يعني مغلوقه ما تروحش ما تروحش هذا. لا تزول حوايج، يقولوا واحد المثل يقول لك الحوايج المكتوبه ما تزولش، اما الحوايج اللي في الذاكره برك تروح تزول. احنا لا نسينا كل شيء. شكرا جزيلا سيدي. العفو، بارك الله فيك. بارك الله فيك.